مرحبا بكم من جديد. تقابلنا في أكثر من ريبورتاج حول القوافل الخيرية، حول القوافل التضامنية لجوب كامل مناطق الجمهورية مع بلا قناع. شفنا العودة المدرسية، واليوم نستأنفوا البرنامج متاعنا في إطار إيصال هدية إلى كل عائلة تونسية. الهدية متاعنا اليوم تقريبا 100 كيلوغرام لكل عائلة، 500 عائلة في منطقة من مناطق الوسط التونسي من تونس الحبيبة، تقريبا 38 طن كاملة من سميد، فارينة، زيت، سكر، مقرونة، كسكسي. الحمد لله الأمانات وصلت إلى أصحابها، وتشوفوا في الصور احنا موجودين في منطقة سوق جديدة سيدي بوزيد، وناخذوا فكرة شوية على اليوم الهدية. 100 كيلوغرام مواد غذائية لأهالينا في المنطقة، تقريبا ليستا أبروكسيماتيف نوصل 500 عائلة، 38 طن من المواد الغذائية. اليوم الحمد لله تونس الخير، تونس تمرض وما تموتش، وين تونس وين تشتد الأزمة نلقوا ولاد تونس، نلقوا تونس الخير، نلقوا المادة التضامني من المجتمع المدني وتتضامن الكل مع الدولة. وكل اليوم خيرات حوالي 500 عيلة من سوق جديد مختلف من 8 عمادات. اليوم نحن كنا موجودين في صف واحد كمجتمع مدني، كأعلام، كالناس كل، باش نوصلوا هالأمانة لما لها، ونتمنى توصل للمستحقين. يقول القائل 38 طرناطة من المواد الغذائية منين جاية؟ بالطبيعة جاية من أولاد تونس، بالطبيعة جاية من أصحاب الخير، بالطبيعة جاية من المؤسسات الوطنية. اي نعم، في الأزمة الاقتصادية فما اليوم مئات المؤسسات الاقتصادية اللي قاعدة تساهم في الأعمال الخيرية، قاعدة ترمم في المدارس والمعاهد الثانوية، قاعدة توصل في المواد الغذائية للعائلات التونسية في مختلف مناطق الجمهورية. الأمر واجب مش مزية. إذا كان نحبوا نعاونوا بلادنا ونتضامنوا مع بلادنا، مع أخواتنا في كل نقطة من بلادنا الحبيبة، وبطبيعة الحال المؤسسات المجتمع المدني وأيضا الجمعيات الوطنية. الجمعية اليوم يزم الكلام، يزم النقد، يزم التهديم، هات نقوموا بالواجب اللي يزم نعملوه في بلادنا. أكيد سي محمد يعطيك الصحة، احنا اليوم موجودين في معتمدية سوق جديد من ولاية سيدي بوزيد. كان يحكي السيد المعتمد ماشي مزية، اليوم الناس كلها اليد في اليد، تونس تحب ولادها. اليوم موجودة الجمعية الدولية للدفاع عن القنصلية والإعلام باش تحضر على توزيع المواد هذه اللي مواد كبيرة برشا وصلت اليوم الأمانة، وصلت لمستحقيها. أنا نقول برافو الكل من مد يد المساعدة باش نشوف العائلات. اليوم ثم ضحكة صغيرة اليوم، لكن حاس التونسي يحس برشا حاجات، لكن الفقر موجود. لكن اليوم أنا اليوم نقاطعك في الكلام، نقول الأمانة وصلت صحيح، لكن المطلوب اليوم الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام، عندكم عدد كبير من المنخرطين من جاليتنا المقيمة في أوروبا، يظهر لي يد يد تنجم توصل بارشا مناطق من الجمهورية. الهدايا اليوم من مواد غذائية، خلينا نعطيوها الكار نتاعها هدية، لأنه الهدية هي التي تعطى وليست الحكاية أخرى. اليوم ظالي أنت وجهت النداء سي محمد بوزيدي لأبناء تونس، أبناء الجالية التونسية ورجال الأعمال التونسي اللي موجودين خارج أرض الوطن، سواء في إيطاليا وفرنسا وألمانيا. إن شاء الله المساج يوصل، وهما عبروا عن استعدادهم باش يدعموا. واليوم المعتمد كيقول لك عندي مدرسة اليوم في جهة سوق جديد، إن شاء الله الجمعية الصور ظهر لي طايح ولا حاجة، إن شاء الله الجمعية باش تتعهد بالاتصال. أنا نقول لكم مع شخص في إيطاليا، إن شاء الله ستها العمري باش نقول له عليها، وإن شاء الله هو اللي باش يقوم بأعداد الصور هذه بتاع المدرسة. هو بطبيعة الحال أنت جبت ترميم المدارس الإعدادية، وإحنا نتوجه إلى وزير التربية برسالة خفيفة شوية في شكل قرصة. المدارس اللي موجودة في أرياف سيدي بوزيد في حالة يرثى لها، ونواصل معاك الموضوع متاع وقت اللي تلقى أنت شكون يقف معاك وتلقى الجمعيات وتلقى المجتمع المدني. يظهر لي المسؤول يفرح ويوصل الأمانات إلى أصحاب.
نحن كدولة ماذا بينا نلقوا نشطاء مجتمع مدني فاعلين وينجموا يوصلوا للبلاد هذه ويوصلوا للحالات الخاصة وينجموا يعاونوا من طبعا من ناس نضاف ولاد البلاد هذه وناس وطنيين. ديما البلاد هذه راهي ولاده وفيها ناس وطنيين ويجيبوا كامل اصقاع الوطن. يعطيك الصحه مدام غابري. اليوم الواجب ليس فقط معناتها ماكله، ليس فقط مواد غذائيه، وانما الاحاطه بالعائلات اللي عندهم وليدات يقراوا، خاصه من العائلات الكافله للايتام او اللي عندهم معناتها تلامذه ممتازين في القرايه لكن للاسف الوضعيه الاجتماعيه نتاعهم تعبه شوي. اليوم يعطيكم الصحة، أنا نجم نثمن كان هالمبادرة هذه. نحن في إطار معاضدة مجهود الدولة، نحن كلنا في خدمة الوطن، وليداتنا في حاجة لينا، كلنا اليد في اليد من أجل تونس الغد، وبلادنا من نجم ننهضوا بها كان بالعمل التشاركي والعمل التطوعي. واليوم أحسن حاجة تلخص تلخص السلوكيات هذه والقيم هذه هي ترسخت في البادرة هذه. ان شاء الله تكون بدايه، وان شاء الله اول الغيث قطره، وان شاء الله نشوفوها تتعمم في الجهات الكل في المعتمديات سورتو المناطق المهمشه المناطق البعيده. احنا كي نجبدوا انا اليوم بحكم انا رئيسه وحده خدمات مدرسيه بسوق جديد، ما نجم كان نلفت النظر للمؤسسات التربويه اللي تعاني. فما برشا مؤسسات تربويه وفيها تلامذات ما شاء الله متميزين، من كسوسوا عندنا دي تالون تلمذات معناها مبدعين، يكفي انهم يستحقوا كسوسوا ملاعب كسوسوا حاجات. دونك نحن ماذا بينا ندعموا كل الوليدات هذوك حتى كان نوفروا لهم البنيه التحتيه ونوفروا لهم الدعم المادي والدعم المعنوي سيرتو. راهو حتى اليوم كنقولوا هديه خير ما نقولوا اليوم كانت المعنى نتاع الهديه اقوى من شوف في الفرحه في عينين الموجودين. الام كي تروح فرحان. اليوم راهي المراه انا زاده كيف بحكم انا نخدم برشا على المراه، اليوم المراه نشوف المراه متحمله مسؤوليه كاهل كبير على عاتقها اللي هو تعول وليداتها اللي يقروا. اليوم زاده نشوف انكم في الهديه هذه باش تكون الفئه المستهدفه نتاعكم هي الايتام التلامذات اللي ناقصين والتلامذات المحرومين. عندنا برشا تلامذه. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم، ان شاء الله تونس بخير وما دون لا ما فير لو بون شومان. ان شاء الله الناس الكل المبادره هذه تتعمم، وان شاء الله نخرطوا فيها الناس الكل من داخل تراب الجمهوريه ومن خارجها. وهذه دعوه مني ان الجاليه التونسيه، انا نشوف برشا مبادرات في سيرتو في القصرين، فما معناها رجل اعمال قام برشا ترميم في لي بلوك سانيتير في المدارس الابتدائيه، ان شاء الله نشوفوها تتعمم على جهات. احنا وين تنفع وين تصب تنفع راهو تونس. يعطيك الصحه بطبيعه الحال، وسيري ذكر ويدا وعدنا من توا ركزوا في العينين نتاعو. يظهر لي الاجتماع ان شاء الله مع رجل اعمال تونسي سي العمري المقيم في ايطاليا المره الجايه، المدرسه اللي باش تترمم في سوق جديد هكا ولا؟ اكيد هو سي تها العمري عمل برشا، عاون الطلبه البرا برا ماهوش راهو نعملوا له في، لكن تها العمري ولد القصرين عنده زوز مدارس ديجا. اما ترميم ولا هنا؟ ترميم بحول الله لو 10 ديسمبر هو يكون معنا في الندوه الدوليه مناسبه اليوم العالمي لاعلام حقوق الانسان، الندوه باش تنظمها الجمعيه الدوليه في الحمامات، سي العمري باش يكون موجود. وانا من تو نقول لكم المدرسه هذه باش يعملها الرئيس الشرفي للجمعيه الدوليه في القصر في سيدي بوزيد. حكيت مدام غابري على الايتام، وللايتام نصيب ان شاء الله. نورمالمون فما مؤسسه معنا بعثت امانه، والامانه هي 100 دينار ل 40 عائله هكا ولا؟ من كفيلي الايتام اللي باش يوصل للسيد معتمد ان شاء الله. ثم 40 عائله مش يتمتعوا بالاعانات، ومعها مبلغ مالي قيمته 100 دينار لكل عائله. الحمد لله والشكر لله اللي قمنا بالواجب الوطني بتاعنا، ونشكر شكرا جزيلا رجال الاعمال واللي قام بالمد يد المساعده الأهالينا في سوق جديد في سيدي بوزيد. نجحنا اليوم باش نوصلوا قرابة 38 طرناطة من المواد الغذائية، من سكر من زيت من فارينة من طماطم إلى آخره، وهذا شرف لنا وهذا واجب وطني. وفي كل لحظة نحن نقوم بالواجب الوطني بتاعنا نقوم ونحسوا بسعادة كبيرة برش.
ومتمناو اللي في كل مرة حسب الإمكانات وحسب المجهود ندعيه خيانا أصدقائنا الناس اللي قلوبهم مليانة بالرحمة، الناس اللي حاسة بالبلاد اللي هي قاعدة تعيش في ظرف جد استثنائي، في ظرف صعب وصعب وصعب جدا. الظرف هذا يستدعي منا التآزر، يستدعي منا نقف كل مع بعضنا باش نقوموا بالواجب الوطني بتاعنا. لذلك نعاود نشكر مرة أخرى بعض الأصدقاء حتى من ناحية ثم وقع توزيع حتى بعض الأموال 4000 دينار بعض العائلات، وكذلك كما قلنا من كفيل الأيتام، من كفيل الأيتام ومنهم 38 طرناطة. وهذه محطة من المحطات، ونحن من خلال بلا قناع وأنا باعتباري منسق برنامج بلا قناع نحن راو على تيلة السنة في كل شهر في كل يوم، هذاك الهدف متاعنا كل يوم نفكروا في الموضوع هذا، وفي كل لحظة نهزوا فيها هدايا الأهالينا المحتاجين نحن رانا نكونوا برشا سعداء. وإن شاء الله هذه مبادرة من المبادرات اللي قاعدين نعملوا فيها في كل مرة، إن شاء الله في أقرب الأجال أيضا نزيدوا نمسوا مناطق أخرى كما مسينا القيروان، السودان، مسينا برشا مناطق في الشمال الغربي، ما زلنا مش نواصلوا لأن نحن متأكدين اللي بلاد في الوضع اللي هي فيه في الصعوبات وفي غلاء المعيشة في حاجة لينا مؤكدة ومؤكدة ومؤكدة جداً.